بس خلينا نطمن الاول على تمرينه النادي الاهلي النهارده. مفترض انه التمرينه بعدها على طول سفر ان شاء الله عشان يبدا المعسكر في برج العرب اللي هيستمر ان شاء الله لغايه مباراه الاتحاد، تجنبا او تفاديا يعني فكره الارهاق والسفر والعوده اكتر من مره. خلينا ناخد زميلنا محمد توفيق من داخل النادي الاهلي في الجزيره نعرف اخبار تمرينه لا فاروق صلاح النهارده، رقى المتالق دائما. يا فاروق مساء الخير. برحب بيك زميلي العزيز احمد سمير، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. ازيك يا فاروق، اخبارك ايه؟ كل سنه كل وانت سنة طيب يا احمد. كل سنه وانت ويعني طيب. متاخره شويه بس عيد سعيد يا رب كان علينا وعلى يا مشاهدي رب قناه النادي الاهلي وعلى الشعب المصري يا رب دايما دايما يا رب يا باذن رب الله. دايما. مواجهتين كنت بتكلم ان هما شروه واحده، يعني الاهلي والاسماعيلي، الاهلي والاتحاد، مش بس عشان هما الاثنين في برج العرب لكن كمان عشان فكره انه يقربونا بشكل كبير جدا. يا فاروق انت عارف ان الاهلي النهارده محتاج 8 نقاط من 7 مباريات، فكره انك انت تحقق العلامه الكامله في الماتشين دول يقربوك بشكل كبير جدا وتحسم بقى صداع حسم لقب البطوله مع الاقتراب الموسم من نهايته. فمباراتين اعتقد هيخشهم مستر كولر بكامل التركيز. تطمنا على التمرين الأخيرة النهاردة قبل السفر، أعتقد أن احنا هنسافر الفرقة هتسافر بعد المران مباشرة يعني. يعني خليني في البدايه زميل احمد اكد بالفعل على كلامك على اهميه هذه المرحله، خاصه ان هي المرحلتين زي ما تقول كده الاثنين مباراتين يعني في مرحله واحده، مباراه الاسماعيلي ثم مباراه الاتحاد السكندري. وده كان محور كلام مستر مارسيل كولر مع اللاعبين بالامس طبعا عقب يعني استئناف التدريبات بعد مباراه فيوتشر والتعادل الاخير. كلام مستر مارسيل كولر مع اللاعبين خلاص بننسى مباراه فيوتشر، ويعني قال ان مباراه فيوتشر هتبقى سيناريو من سيناريوهات كتير خلال المرحله القادمه في المواجهات القادمه، ان في معظم الفرق بتطمح انها تاخد امام النادي الاهلي نقطه خاصه من اجل الهروب من صراع الهبوط، وايضا بعض الفرق اللي يعني تتمنى اللي بتامل انها تنهي الموسم في المراكز الاربعه المتقدمه. قال ان مباراه الاسماعيلي مباراه صعبه جدا ومباراه مهمه جدا، وقال ان يعني بالنسبه لفريق الاسماعيلي موجود في مؤخره الجدول، وده بيزيد من صعوبه المواجهه انها مواجهه حاسمه بالنسبه للنادي الاسماعيلي، ولذلك يعني اكد على اللاعبين ضروره يعني التركيز في هذه المباراه، تجنب الاخطاء اللي الفريق وقع فيها في مباراه فيوتشر، واتكلم مع اللاعبين في امور خاصه بعمليه انهاء الهجمه يعني افرض ليها وقت طويل جدا اتكلم فيها ناحيه يعني عرض المجموعه من الفيديوهات مع ياسين المكاري، ويعني اتكلم مع اللاعبين قبل طبعا ما يتطبق الكلام ده في ارض الملعب، يعني تقدر تقول كده جزء نظري اتكلم فيه مع اللاعبين واعاد بعض الفرص اللي تم اهدارها. قال فرصه واحده كفيله انها ان شاء الله تسهل علينا المباراه، عايز ان احنا نتجنب هذه الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها في مباراه فيوتشر. على الجانب الاخر زميلي احمد يعرضوا انا بقى يعني برصد لك الكواليس والامور اللي طبعا الجمهور ما يعرفهاش، جلسات طبعا يعني جمعت ما بين مستر مارسيل كولر مع محمد شريف بياكد له ثقته فيه، بياكد يعني هذه الامور، عارف ان في سوء حظ بيصادف محمد شريف في الفتره الاخيره، قال له انت واحد من اللعيبه المهمه وجودك معانا مهم وانا منتظر تهديفك خلال المباراه القادمه. خليني اقول لك برضو ان هو اجتمع مع اللاعب كريستو واشاد بالفتره الزمنيه اللي نزل فيها في مباراه فيوتشر، وقال له ان الفتره القادمه هتاخد وقت اطول، ويعني انا كنت مبسوط من ادائك خلال المباراه فيوتشر. يعني دي برضو من الامور زميلي احمد ان اللي بنرصدها وبنطمن من خلالها جماهير النادي الاهلي. طبعا الفريق استأنف ايضا تدريباته اليوم، التدريب يعني بيجرى الان على ملعب مختار لتيتش قبل انطلاق المران. مستر مارسيل كولر خلاص بمعنويات ثانيه كما مع اللاعبين لمده 10 دقائق، الابتسامه اللي على وجه مارسيل كولر، التركيز اللي شايفينه عند اللاعبين، الثقه اللي هو يعني بيديها للعيبه، خلاص قفلنا مباراه فيوتشر. عندنا ثلاث مباريات مهمين جدا بدءا من مباراه الاسماعيلي ثم مباراه الاتحاد، تمام مع اللاعبين اتكلم في هذه الامور، ويعني اشاد باللاعبين على الموسم الطويل اللي احنا لعبناه، مهم جدا ان انا اختمه ببطوله الدوري، وقال للاعبين ضروري نحافظ على يعني السجل بتاعنا خالي من الهزايم، ضروري نحافظ على الارقام اللي انتم بتصنعوها ليكم وللنادي الاهلي. ثم انطلق المران طبعا انت عارف زميلي احمد ما بين كل مباراه والثانيه 48 ساعه يعني الامور الفنيه بتبقى في اضيق الحدود، بيشتغل مستر مارسيل كولر على بعض الامور سواء التسديد من خارج منطقه الجزاء، الكرات الثابته، سرعه التحول والحالات اللي التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه بيكون في اضيق الحدود ده طبعا، لكن بطمنك الحاله الفنيه اللي احنا شايفين عليها اللاعبين، التركيز اللي عند اللاعبين،
نقطة تانية مهمة زميل أحمد، عايز أطمنك أيضا على حالة اللعيبة المصابين، وأعتقد يعني أنت أكيد هتتطرق لهذا الأمر، سواء أكرم توفيق أو كريم فؤاد، عمرو السولية أو محمود متولي. أيوه يعني، وخصوصا طبعا الكلام كان على السولية ومتولي لأن هم الأقرب للعودة، وكان المعلومات اللي وصلت لنا من الجهاز الطبي انه على يعني يمكن كمان اسبوع او 10 ايام ممكن يبقوا جاهزين عشان يدخلوا في التدريبات الجماعيه مع الفريق مره تانية. يعني خليني اكد لك زميلي احمد، طبعا عمرو السوليه بدا مرحله الجري حول الملعب ان شاء الله على مباراه الزمالك، ان شاء الله يكون جاهز للمشاركه في هذه المباراه. عمرو السوليه واحد من اللعيبه المهمه جدا في هذه المباراه، طبعا اي 11 لاعب من النادي الاهلي يكونوا موجودين في ارض الملعب، لكن خليني اقول لك ان عمرو السوليه وشخصيه هذه المباراه، خاصه ان عمرو السوليه واحد من اللعيبه طبعا اللي ليه يعني سجل تهديفي امام الزمالك، وليه لمسات فنيه كلنا بنستمتع بيها امام نادي الزمالك، باكد لك ان شاء الله يكون جاهزيته لهذه المباراه. بدا الجري حول الملعب ان شاء الله، طبعا هو مش هيسافر مع الفريق الى الاسكندريه، هيستمر طبعا هنا في القاهرة لاستكمال البرنامج التأهيلي عقب العودة طبعا من الاسكندرية، يبدأ بقى ياخد اجزاء من المران الجماعي للنادي الاهلي، وان شاء الله يكون جاهز ايضا لمباراة الزمالك. بطمنك ايضا ان محمود متولي في المرحلة الاخيرة طبعا من البرنامج التأهيلي، وهيبدأ يعني الجزء بقى الجري حوالين الملعب ويبدأ المرحلة الاخيرة في البرنامج التأهيلي. نقطة مهمة زميلي احمد، طبعا واحنا بقى لنا كتير ما اتكلمناش على اكرم توفيق او كريم فؤاد، خليني اقول لك النهارده من الاخبار السارة كريم فؤاد بدا الجري حول الملعب، وزي ما اطمنا من الدكتور احمد ابو عبله، وان شاء الله باكد لك ان شاء الله كريم فؤاد اكرم توفيق الاثنين عودتهم هتكون في نفس التوقيت. طبعا زميل احمد انت عارف ان اكرم توفيق كانت اصابته قبل كريم فؤاد بشهر، لكن القياسات اللي تمت مؤخرا لاكرم توفيق اثبتت طبعا مدى استجابه العضلات والالتئام لكافه الامور، يعني برده من الامور الطبيه اللي احنا برده يعني بنتكلم برده نوضحها من خلالك، ان اكرم توفيق الامر ما كانش متخلق يعني متعلق فقط بالرباط الصليبي، كان بعض الامور طبعا في الركبه، لكن تم طبعا التعامل مع هذه الامور. ان شاء الله مع انطلاق الموسم او بدايه الموسم ان شاء الله باكد لك جاهزيه الاثنين يكونوا موجودين مع النادي الاهلي في فتره الاعداد طبعا وانطلاق الموسم الجديد طبعا. وكريم فؤاد خلاص اللي بدا مرحله مهمه جدا من الجري حول الملعب. نقطة مهمة زميل أحمد، يعني برضو لو يعني وقتك يسمح نتكلم فيها، كلينا كلام برضو مع بعض اللاعبين والجهاز الفني، خاصة في الأمور اللي بتصار على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي من عروض للعيب النادي الأهلي سواء هنا أو هنا. عايز أقول لك إن اللعيبة بتنفي هذا الكلام، اللعيبة ما فيش الكلام ده، إحنا مركزين في الفترة الحالية وإن إحنا نختم الدوري. الجهاز الفني لا يتطرق تماما لأي كلام بيصار على وسائل التواصل الاجتماعي، أي أمور بيتم الإعلان عليها او من خلال اداره الاعلام في النادي الاهلي او من خلال النادي الاهلي، اي كلام تاني بيثار او عروض للاعبين الكلام ده غير صحيح بالمره، باكد لك اللعيبه غير يعني ما فيش لعيب مركز مع هذا الكلام، لعيبه مركزه في الفتره الحاليه. ان شاء الله ننهي مباراه الاسماعيلي ثم مباراه الاتحاد ثم ان شاء الله مباراه الزمالك، نتوج بدرع الدوري ويعود من جديد درع الدوري الى الجزيره. طبعا انا موجود معاك زميلي احمد، انا عايز اسالك بس على حاجه، انا عارف انه كابتن احمد صديق كان موجود مع الجهاز الفني، عارف انه طبعا بيعمل معايشه مع مستر مارسيل كولر والجهاز الفني المعاون ليه، كان موجود النهارده في تمرين، واخبار فكره تواجد احمد صديق طبعا واحد من نجوم النادي الاهلي وكانوا دايما بيشرفونا هنا في السادسه. يعني خليني برضه اقول لك يا زميلي احمد، يعني انا الكابتن احمد صديق انا كنت متواجد معاه واتكلمنا في هذا الامر، اقول لك نقطه مهمه جدا، كابتن احمد صديق بعد ما طبعا ما انا مشواره في الملعب بدا ان هو يشتغل في قطاعات الناشئين، واشتغل فتره طويله في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، اشتغل فتره طبعا في اكاديميه النادي الاهلي في الامارات. انا يعني انا على المستوى الشخصي عاصرت الكابتن احمد صديق في الشغل الفني اللي كان بيشتغله في قطاعات الناشئين والفرق اللي مسكها في النادي الاهلي، كانت اخرها فريق 2008 وكان عامل بيهم نتائج مميزه، لكن بالتحديد فتره تواجده مع فتره المعايشه مع مستر مارسيل كولر، انا بساله انطباعك ايه، شايف قال الراجل ده دقيق جدا، الراجل ده بيركز على التفاصيل مهمه جدا جدا، الراجل ده ما بيعديش حاجه للصدفه، الراجل ده يعني بيدور على حاجه الكمال في الكوره، والامر ده بيبقى صعب جدا، وبيقول يعني قال لي من الامور اللي هو بيتكلمها ان لازم يكون عندك طموح وامنيات ان انت تحقق القاب او تحقق بطولات،
لكن وانت بتتمنى لازم تكون بتشتغل في ارض الملعب. قال لي دي من الحاجات اللي عامله انطباع فيا كويس جدا، ان انت انت تتمنى ان انت تحقق بطولات، وانا بتمنى ان انا احقق بطولات، لكن لازم تجتهد في ارض الملعب، لازم تحقق، وساعات العمل بالنسبه لك وشغلك كل ده لازم يكون هو الاساس بتاعك، علشان من خلاله تبدا تتمنى وتحقق بطولات. انطباع مهم جدا. كابتن احمد صديق سعيد جدا بهذه الفتره، ويعني سالته هل هكون متواجد معاهم خلال فتره الاسكندريه وسفرهم، قال لي لا، الفريق هيسافر الاسكندريه ان شاء الله لاداء المباراتين الاسماعيلي والاتحاد، انا هكون موجود هنا استكمل ان شاء الله فتره المعايشه بعد العوده من الاسكندريه. لكن انطباعه في غايه السعاده وفي قمه السعاده، اشاد بفكر وعقليه مستر مارسيل كولر. ونتمنى طبعا الكابتن احمد صديق واحد من ابناء النادي الاهلي، وطبعا زي ما انت عارف زميل احمد كان طبعا بيشرفنا في خلال برنامج السادسه، ان شاء الله يكون واحد من ابناء النادي الاهلي اللي يكون ليه بصمات مهمه جدا في الناحيه الفنيه او الناحيه التدريبيه. ان شاء الله كل التوفيق لكابتن احمد صديق، وكل الشكر ليك يا فاروق زميل عزيز فاروق صلاح من داخل النادي الاهلي. دي لقطات من اخر تمرينه قبل الاستعداد للسفر لمعسكر برج العرب اللي هيستمر لغايه لقاء الاتحاد ان شاء الله بكره الاسماعيلي، والسبت الاتحاد، مباراتين في غايه الاهميه، مش بس كمان عشان فكره الست نقاط، لكن خد بالك المواجهتين دول هم المواجهتين الاخيرتين قبل مواجهه الزمالك في لقاء القمه، نمشيها لقاء القمه، يبقى الاهلي والزمالك طبعا لقاء قمه وعيد للكره المصريه، حتى وان كان الزمالك مش بينافس الاهلي على لقب او على بطوله، لكن في النهايه واحده من اهم الماتشات اللي بيستناها جماهير الفرقتين على مدار السيزون كله، ففوز الاهلي معنويا في المباراتين دول يخفف شويه من الضغط بتاع حساب النقاط، ويبقى فاضل لك خمس ماتشات مطلوب منك منهم نقطتين فقط لا غير.